لأصحاب السخاء والعطاء والساعين دوما لأعمال الخير ومد يد العون بأياديهم البيضاء. فعن أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بأعمال الخير فتبادروها ولا يكن غيركم أحق بها منكم. وعن النبي صلى الله عليه وآله: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح يتام المؤمنين. ندعوكم لإدخال السرور على قلوب سادتنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، للتبرع والمساهمة في مساعدة الأيتام والمعوزين من خلال برنامجكم برنامج القلوب الرحيمة، الذي يعرض على قناة المهدي الفضائية، والذي تم من خلاله مساعدة الآلاف من المحتاجين في الكثير من دول العالم عن طريق توزيع مساهماتكم الكريمة لهم خلال العشر سنوات الماضية ومن خلال مئات الحلقات. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية أو عن طريق الواتساب، ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv.